تعلن كلية التربية بجامعة بنها عن فتح باب القبول بالدراسات العليا لجميع مراحلها اعتبارا من السبت 29 أغسطس 2020 وحتى الخميس 15 أكتوبر 2020. يكون التقديم الإلكتروني أولا، ثم يقدم الطالب الملف الورقي بالكلية مع إثبات التقديم الإلكتروني من خلال بوابة خدمات طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها على اللينك التالي. ويمكنكم الاطلاع على خطوات التقديم من خلال تحميل ملف الإرشادات بالموقع. يتم تسليم واستلام الملفات من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا طوال الفترة من 29 أغسطس إلى 15 أكتوبر 2020. يتم إجراء المقابلات الشخصية للدبلومات العام التربوي والمهني داخل الأقسام العلمية أثناء فترة التقديم. تعقد الاختبارات الشفوية للماجستير طبقا للموعد المحدد بالقسم العلمي بعد انتهاء التقديم. فيما يخص الدبلوم العام، فيتعين على الطالب حضور مادة التدريس المصغر بالترم الأول ومادة التربية العلمية بالترم الثاني واجتيازهما، شرط دخول اختبارات نهاية العام أو الحرمان من دخول الاختبارات عند التغيب أو الرسوب بهما. يتقدم الطالب إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية لشراء مظروف الالتحاق مع علم الآتي: قيمة المظروف 100 جنيه لجميع الدبلومات بالإضافة إلى 100 جنيه للمقابلة الشخصية، قيمة المظروف للماجستير 150 جنيه بالإضافة إلى 100 جنيه للمقابلة الشخصية، قيمة مظروف الدكتوراه 250 جنيه. يتم دفع هذه الرسوم بالفيزا بخزينة الكلية تحت حساب الرقم المؤسسي الخاص بالكلية المدون بإذن الدفع. إدارة الدراسات العليا بجامعة بنها تتمنى لحضراتكم التوفيق والنجاح، مع تحيات المكتب الإعلامي لجامعة بنها.